الأمراض اللي بتصيب الدجاج اللاحم الأبيض بتتمحور كلها في أمراض تنفسية أو معوية أو في الكبد أو في الكلى. ولو ضمننا فكرة إننا نقي الفراخ من كل المشاكل اللي ممكن تصيبهم من النواحي دي، يبقى أكيد هنضمن إننا نحمي الفراخ من أي عطل في النمو أو فقد أعداد كبيرة من الفراخ، اللي هي أكيد رأس مالنا في مشروع تربية الدواجن، أو حتى لو بنستخدم الفراخ وبنتناول اللحم بتاعهم. وزي ما عودناكم هنتكلم عن الموضوع من بدايته تماما، علشان الوقاية خير من العلاج، وعلشان الأمراض دي علاجها بياخد بعض من الوقت والمجهود، ويا تلحق تعالج يا ما تلحقش. فيلا بينا بقى. بس قبل اي حاجة، ما تنساش اللايك الجميل على الفيديو والاشتراك في القناة لو لسه جديد، او لو قديم بس مش راضي تتكرم علينا باشتراكك ووجودك الكريم. وندخل بقى في الموضوع على طول. احنا كل اللي هنعمله اننا هنعود الفراخ من صغرها على عشب معين كلنا عارفينه، هننتظم عليه لحد نهاية الدورة بنسب معينة ومقادير معينة، وياريت ما تغيروش في المقادير دي اللي هنقول عليها النهاردة علشان تاخدوا الفايدة كاملة. بداية كده قبل اي حاجة، اول 8 ايام من عمر الفراخ مش هنقدم ليهم اي حاجة غير التحصينات المعروفة واللي اتكلمنا عنها قبل كده في فيديوهات سابقة. في كل يوم هنديهم التحصين بتاعهم من اول يوم لحد 7 يوم، لحد ما نوصل لتامن يوم، وهو ده اليوم اللي هنبدأ فيه من عمر الفراخ ونديهم العشب اللي عاملين الفيديو عليه النهاردة. وزي ما عودناكم هو عشب سهل نتحصل عليه ومن خير الطبيعة، وموجود في كل مكان وبسعر رخيص جدا، وكمان مش هنستخدم منه كميات كبيرة، هناخد الفايدة وبس. وده نهجنا اللي بنمشي عليه من ساعة ما بدأنا قناة طيور فوق السطح. العشب بتاع النهاردة بيقي من اي مشاكل تنفسية او معوية او في الكبد، وكمان بيستخدم في غسيل الكلى، وهو عشب اليانسون. عشب اليانسون كلنا عارفين كويس قوي فايدته المهولة للانسان، بعيدا عن الاستخدام للطيور او الفراخ. كلنا عارفين انه بيطهر المعدة وبيهديها وبيحل مشاكل الكلى والكبد والهضم عموما، وبالظبط تقريبا ده اثره على الفراخ. طريقة تقديم اليانسون هتكون عن طريق المية مش العلف. هتجيب 25 جرام من اليانسون وتغليهم في مية حجمها قد كوباية شاي عادية متوسطة الحجم، وطبعا هتغطيه اثناء الغليان علشان الزيوت الطيارة تفضل وما نخسرهاش. وبعد كده هناخد منه 10 سنتي من السائل اللي احنا غليناه ده، 10 سنتي منه لكل لتر مية، ونقدمه للفراخ. هنقدمه كسقوة 12 ساعة مرتين في الاسبوع لحد نهاية دورة التسمين. واكيد احنا بنوعدك لو عندك اي فراخ بيضة بتربيها واستمريت على اليانسون ده لحد اخر دورة التسمين بداية من اليوم 8، مش هتلاقي وجود ولا اثر لأي مشاكل تنفسية او معوية او في الكبد او الكلى. واسأل مجرب ولا تسألش طبيب. ما تنساش بعد ما خدت المعلومة المفيدة بإذن الله تعمل لايك على الفيديو وتشترك في القناة وتاخد لك لفة، هتلاقي فيديوهات كتيرة تخصك وتخص كل مربي الطيور من فيديوهات تسمين فراخ او علاج أمراض معينة عند الفراخ أو مشاكل بنقابلها كل يوم وإحنا بنربي سواء فوق السطح بتاعنا أو في المزارع. ونشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.